السيد وزير المالية سيد عمرو الجرحي وضيفنا في هذه الحلقة. 5% مستهدف معدل، مو 5% خفض معدل بطالة من 12.8 او 12.8 ل 11 او من 11 ل 12. انت لا لا، خفض البطالة لا مش بالسرعة دي، يعني 12.8 ل يعني ممكن على فترة يعني اطول شوية. احنا طبعا احنا في يعني كل 1% نمو بتخلق كرقم 150 ألف فرصة عمل، ف5% يعني تقريبا بتخلق 750 ألف فرصة عمل. ده الرينج أو المعدل، فده بيبقى كافي لاستيعاب القوة العمل الخارجية. احنا بنحتاج ننمو أكتر من كده علشان نبتدي ناخد من الرصيد اللي هو واقف، اللي هو العطلان، اللي البطالة الحالية. فده محتاجين نسرع بعملية النمو. القطاع الخاص في خلفية الصورة الحقيقة، الصورة الاقتصادية المصرية، القطاع الخاص في الخلفية ازاي هتقدر تخليه؟ يعني ولما بتستهدف استثمارات بتقول 75% منها للقطاع الخاص مثلا، تمام، اعتقد ان نسبة مشاركة القطاع الخاص انخفضت اعتقد ل 50% او 51% الفترة الأخيرة. هي احنا نقدر نقول انه المستهدف السنة الجاية في حدود 60% مساهمة القطاع الخاص. القطاع الخاص لازم ندفع بمساهمة القطاع صحيح. الخاص صحيح. في الفترة المقبلة. صحيح، بالتأكيد بالتأكيد، هو ده المهم. يعني مظبوط، يعني أنا زي ما قلت لحضرتك إنه يعني في قطاعات موجودة وشغالة بشكل قوي جدا، القطاع العقاري، الريال استيت، الكونستراكشن طبعا في المشروعات القوميه الكبيره والمشروعات الكبيره في مجالات كتيره، في الاسكان، في الطرق، في غيره في غيره، شغالين بشكل ضخم. الصناعه ممكن تبقى متاثره في اوضاع قدرتها على الاستيراد وقدرتها على التصدير وقدرتها على التنافس. انا لما بقول لحضرتك على فكره الصناعه، لما بنتكلم على التصدير وان التصدير يقوم والصناعه تقوم بشكل قوي، ده بيخلق لنا فرص ضخمه، بيخلق للشركات فرص ضخمه انها تقدر تدفع بالتصدير وبالتالي تتعالج موضوع العجز الميزان التجاري. طبعا احنا مش تاثرنا بس ان السياحه اتاثرت في الفتره الاخيره، اتاثرنا برضو بانه ما يسمى بالسلع، السلع الكليه او سلع الكوموديتيز بيسموها الكوموديتيز، حصل مع نزول البترول حصل نزول في اسعار هذه السلع بشكل كبير. لكن انا كمواطن ما تاثرتش بيها. علشان في يعني طبعا في حاجتين، في واحد انه حصل انخفاض في العمله، اتنين قبل إنه انخفاض العملة. صحيح، احنا هنا بنتكلم في انضباط الاسواق والتجار في اوقات ممكن بيبقى في نوع من انواع انتهاز فرصة في الكسب بشكل كبير في هذه الفترات. صحيح. طيب، الاصلاحات الضريبية اللي بتنتوي ان تقوم بها ازاي عايز تقدر توسع الشريحة الضريبية؟ ما يفضلش هم نفس الناس اللي بيدفعوا نفس المبالغ. طيب، وبنزود عليهم. أوكي. الارقام. أوكي. وخلاص. مهم قوي في الموضوع ده ان احنا يبقى عندنا تطور تكنولوجي كبير في اداء هذه الجهات، يعني سواء ضرائب سواء جمارك سواء غيره. وفي في في كلمه معروفه اللي اسمها ايصال النقط ببعضها او لينكينج ذا دوتس. احنا النهارده ممكن يبقى عندنا معلومات في الضرائب، ممكن معلومات في الجمارك، ممكن معلومات في ملكيه السيارات، ممكن معلومات في ملكيه العقارات وغيرها وغيرها. كل ما نقدر نربط بهذا الكلام من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه ان احنا نتعامل مع موضوعات معينه باسلوب قطاعي. يعني لو انا عايز النهارده اشوف ايه حجم الضرايب اللي انا بحصلها مثلا من قطاع الاغذيه بالفيرتيكال او العمل المتواصل، سواء من الصناعه لغايه التجاره لغايه ما يسمى بسلاسل المحلات التجاريه، في هذا الموضوع لازم نبقى قادرين نبص بطريقة تعكس كل قطاع لوحده. يعني أشوف القطاع ده حجمه قد إيه، أنا بطلع منه ضرائب قد إيه، وبالتالي أقدر أوصل ليه، هنقدر نوصل ليه الجهات أو الأشخاص اللي هم مش الممولين اللي هم مش موجودين معنا، سواء ده في الصناعات، سواء ده في المهن الحرة وغيره وغيره. كل ما يبقى عندنا قاعدة بيانات قوية
نقدر نوصل الامور ببعضيها، نقدر نوصل للناس بشكل أفضل. مصالحات بقى وانهاء الملفات العالقة. طبعا ده محطوط، واحنا في الوقت الحالي يعني بنعمل زي سياسه او اجراءات واضحه، اعتقد ان احنا نبقى جاهزين بيها في خلال اسبوعين ثلاثه بالكتير، ونبتدي على طول في هذا الموضوع. بتقوم على ايه هذه الاجراءات؟ فكره انه 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 طبعا في حق انه اللي موجودين في يا اما لجان تقون، يا اما في قضايا موجوده قصاد القضاء الاداري او مجلس الدوله، احنا بنقول هنحط اسس لاسلوب التصالح. لو ممول بيشوف ان هو عايز يجي يتصالح ونقعد معاه ونشوف بالظبط الملفات فيها ايه، بحيث ان احنا نقدر نحل بشكل عادل ليه وعادل لمصلحه الضرائب، هنشرع في هذا الموضوع، لان انت بيبقى عندك درجات موجوده اخرها اللي واصل للمحكمه، وده برضه هيبقى في عرض موجود عليه، في بتبتدي من لجان طعن وبتوصلي لغايه المحكمه. واخد رايك ازاي؟ فقدامك هتعمل ده خلال شهر يعني. هنعمل السياسات او الاجراءات وتقول للناس ونقول للناس اللي عايز يتصالح يتفضل، ودي الاجراءات اللي هتبقى متبعه، وفي لجان هتشتغل بمنتهى السرعه وهتفعل بمنتهى السرعه انها تحسم الموضوعات دي بشكل ضريبه بشكل القيمه سريع. المضافه جزء من الموازنه الجديده. مزبوط. هل متوقع ان يوافق عليها البرلمان؟ احنا هنبتدي نعرضها في الايام القليله القادمه، وان شاء الله هنعرضها بشكل يعني بما هي موجوده فيه بالمزايا اللي بتحققها للاقتصاد بشكل كامل، وبالمميزات اللي تكون موجوده منها توسيع القاعده الضريبيه. متوقع تحقق لك كم هذه الضريبه؟ احنا بنتكلم في حدود يعني 0.9% ل1% من الجي دي بي تقريبا. يعني كام يعني؟ يعني يعني بنتكلم في 27 ل 30 مليار. مش قلقان ان البرلمان يرفضها لاثارها التضخميه؟ الحقيقه الـ 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 احنا بنتكلم في هيبقى في اعفاءات اللي هي بتمس محدودي الدخل في حاجات معينة، دي هيتم الإعفاء منها، فبالتالي احنا ما بنتكلمش على تأثير في حياة المواطنين اليومية، احنا بنتكلم ممكن على حاجات معظمها تبقى ممكن بتحصل مرة واحدة، والزياده بتبقى مره واحده، فما فيش اثر تضخمي بيفضل يستمر سنه بعد سنه. بس ما انت عارف احنا الاثر التضخمي عندنا يعني ولاد، يعني ما هو الاثر التضخمي لا يعني انا رايي له علاقه ب يعني الانتاج الصناعي اللي موجود عندنا. خلي بال حضرتك انه بتلاقي يعني اللي بيحصل في العالم النهارده برضو لازم نبقى متنبهين ليه، وده اكيد حضرتك قريتي عنه او سمعت عنه، انه بيستخدم في العالم ما يسمى بحرب العملات ما بين الدول وبعضيها، والسياسه الثانيه اللي هي الاسعار الفائده التي تقترب من الصفر، واحده بتستخدم لدفع الاقتصاد المحلي اللي هو اسعار الفائده اللي قرب الصفر، والثانيه بتستخدم لدفع الصادرات لهذه الدول. طبعا. لدرجه انه امريكا من يومين ثلاثه حطت 5 دول على ما يسمى بواتش ليست او قائمه المراجعه. ده نوع من اغراق اصله. انت حضرتك بتتكلمي في الصين، في اليابان، في المانيا، في ابتدينا ناخد فوائد ماينس بالظبط كده. والعمله كمان في البراكتس بتاعت العمله. بمناسبه العمله بقى، هل خفض سعر العمله بالنسبه لك كبلك باعباء كبيره في الموازنه؟ في الموازنه نفسها الحقيقه لا، يعني الاثر يكاد يكون متساوي، لانه في ايرادات دولاريه، يعني في ايرادات دولاريه. بس الايرادات الدولاريه منخفضه عن بس ده محسوب بشكل دقيق، لكن بيتاثر في الدين، يعني الدين نفسه اللي هو الدين اللي هو بيه العمله الاجنبيه بيتاثر طبعا بيه الدين الخارجي. قصدك الدين الخارجي؟ طبعا الدين الخارجي او الدين بالعمله الاجنبيه. الدين العام بقى قد ايه يا فندم؟ احنا بنتكلم السنه دي هنقفل في حدود اتصور 97 او 98% من الاجمالي الناتج القومي. ده كبير قوي. كبير طبعا. مستهدف ان انت تخفض هذا؟ تاني في السنه الجديده بن 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 يعني هنحاول نخفض بالعلاقه بالاجمالي الناتج القومي، يعني كنسبه من اجمالي الناتج القومي.
يعني قرض البنك الدولي مرتبط بالموافقه على الموازنه والموافقه على الفي اي تي بالذات على الاجراءات يعني الاجراءات اللي موجوده يعني اللي هو مليار احنا بنتكلم في مليار لا هو 3 مليار دولار بتتاخد على شرايح اول مليار مرتبط بكذا هل انتوا عندكم بدائل اذا لم يوافق البرلمان على الفي اي تي هل عندكم بدائل لده يعني هو الـ يعني اكيد هيبقى في بدائل طبعا ولكن احنا بنتوقع ان شاء الله انه يعني ضريبه القيمه المضافه لانها ليها اثار مش مجرد فكره ان احنا بنتكلم على ضريبه وبناخد فلوس من الناس ولكن ليها اثار مهمه جدا بالنسبه للاجراءات اللي بتتاخد فيها وتوسيع القاعده الضريبيه وبرضه هيتعمل حاجه مكمله ليها كنظام للمنشات الصغيره ومتناهيه الصغر بحيث ان احنا نجتذب هذه الفئات الى الاقتصاد الكلي يعني. تاجيل القيمه المضافه عفوا تاجيل الارباح الراسماليه او ضريبه الارباح الراسماليه ينتهي في مايو 2017 مزبوط. هل هيتم تطبيقها بعد ذلك؟ لا لسه يعني لسه ما بحثناش الموضوع ما بحثتوش هذا الامر ليه ده. تم تاجيل طرح سندات دولاريه؟ ما تمش تاجيل احنا بس بنبص دلوقتي في اولويات متتاليه نخلصها في الاوقات الحاليه ولكن بنبص في كل الملفات. امتى ممكن يتم طرح سندات؟ هنشوف التوقيت لان حضرتك عارفه التوقيت برضو له اهميه لانه بيبقى في فتره في الدخول على شهر 7 و8 الدنيا ما بتبقاش شغاله بنفس القوه يعني بيبقى في فتره كده توقف فهنشوف اذا كنا هنعمل الكلام ده دلوقتي ولا بعد ما نخلص نخش على في واشنطن قالوا لنا انه مصر لم تطلب رسميا قرض من صندوق النقد الدولي هل مصر فعلا لا ترى انها تحتاج الى قرض من صندوق بص حضرتك احنا دلوقتي ما عندناش مشكلة ان احنا نتعامل مع مؤسسات دولية واحنا عايزين ناخد يعني الموضوع ده من سياق ممكن يبقى فيه تخوف الى اللي اقدر اسميه سياق محترف انا النهاردة لما بتعامل مع اي مؤسسة ويعني حتى لو انا كبنك لان انا خلفيتي مصرفية انا لما بيجي لي اي حد في البنك وبيطلب مني فلوس انا بقول له والله انا عايز منك 1 2 3 فالنهارده انا بتعامل في اطار برنامج انا حطه او موازنة انا دخلتها البرلمان وبتكلم على برنامج عمل حكومة مدته سنتين واعتمد وتوافق من البرلمان فاحنا ملتزمين بهذا البرنامج والله لو في مؤسسات دولية راغبة انها تمولنا في ضوء هذا البرنامج وهذه الموازنة احنا هنرحب بهذا الامر من اهداف الموازنه ايضا الكفاءه اكثر للدين العام وايضا تنويع مصادر الدخل او صحيح. مصادر التمويل التمويل هتنوع مصادر التمويل ازاي احنا بنتكلم طبعا في حاجات محليه وبنتكلم في يعني زي ما حضرتك ما قلتي اصدار سندات دوليه بالعمله الاجنبيه والتعامل مع مؤسسات دوليه زي البنك الدولي وغيره في الفتره القادمه السقف لو احنا دخلنا صندوق النقد الدولي او خدنا منه بروجرام السقف ممكن يوصل الى 12 15 مليار لا لسه ما ناقشناش لسه ما ناقشناش يعني ما 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 حصلش اي حوار في الموضوع ده يعني ال 5% معدل نمو الياتك ايه يعني ايه ادواتك ان انت تحط احنا بنتكلم في استثمار بيزيد عن 530 مليار جنيه ما بين القطاع الحكومي وروافده والاستهلاك في نفس الوقت فانت متخيل 5% دي زي ما حضرتك قلت ما بين نصها استهلاك ونصها تقريبا نصها استهلاك ونصها استثمار احنا يعني طبعا يعني بنتمنى انه الرقم ده يدفع رقم الاستثمار يدفع بشكل كبير في الفتره القادمه لانه كل ما بتعملي نمو مبني على استثمار معناها ان انت بتاسسي المستقبل في نمو اكبر ونمو قوي لكن لو بنعمله على اساس استهلاك هيبقى بنلف في دايره مفرغه فلازم يكون في حجم استثمار كبير عشان يساعد الصناعه كمان انها تقوم الموسم الضريبي المنتهي اعتقد الحصيله وصلت ايه 225 مليار في الحدود دي مستهدف كان 400 المستهدف اللي اتغير بعد ما حصل مراجعات كله بالجمارك بكله 360 مليار في 2015-2016 فهتقدر تحقق هذا الرقم؟ بإذن الله مع توسيع الشريحة الضريبية يعني مش السنة دي ولكن السنة الجاية احنا حاطين السنة الجاية الضرائب في حدود 400 و 430 مليار ايه اهم تحدي بيواجه السيد وزير الماليه؟
هو الحقيقة عجز الموازنة بكل تأكيد، لأنه بيكمل بيسبب تضخم. عجز الموازنة والدين العام، دول الحاجتين في غاية الأهمية. ده على مستوى الموازنة، على مستوى الدولة الفكرة إنه يعني، والموازنة كمان فكرة النمو، فكرة النمو والاستثمار. فاحنا بنتكلم على منظومة متكاملة لازم كلها تتحل وتشتغل بشكل سليم. هو ده اللي مهم. وحضرتك مستهدف خفض العجز ل 8.5% تقريبا، او لا 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 9.8 9.8 سنة اللي بعديها 9%، واحنا 11.5 تقريبا. ده رقم كبير في خفض رقم عجز كبير الموازنة. رقم كبير. انت متوقع ان العجز ده يعني تعوضه ازاي؟ برفع الايرادات وتخفيض النفقات؟ بالظبط كده، بالظبط كده. في المجموعة الاقتصادية الأخيرة اللي هي كانت النهاردة، يعني هل حاسس ان في تناسق بينكم؟ هل حاسس ان في تنسيق بينكم؟ هل حاسس ان في تناغم بين الوزراء مع الحكومه الجديده؟ حاسس ان انتوا بتكلموا بعض بنفس طبعا اللغه؟ طبعا طبعا بكل تاكيد. يعني ايه الهدف اللي انت عايز تحققه وتشعر عندها انك نجحت؟ الحاجات الاساسيه بالنسبه للموازنه ان احنا نقدر نحقق نمو قوي، وفي نفس الوقت يبقى فيه هيكله للموازنه اللي هي بتراعي محدود الدخل بشكل كبير جدا. ده مهم جدا. يعني احنا لازم نحقق نمو يترجم في تشغيل يعني عمليات التشغيل للمواطنين او الامبلويمنت بشكل كبير. ده في غايه الاهميه، لانه ده انا في رايي ان هو ده العداله الاجتماعيه في احسن صورها. لكن التشغيل هو العداله الاجتماعيه بالظبط كده، في احسن صورها. يعني انا ممكن يبقى في برامج لمحدودي دخل متاثرين بشكل كبير جدا، ولكن لو لم نتمكن من ان احنا نعمل نمو في الاقتصاد بشكل قوي ومستمر والفترات طويله، ويبقى في قدر من يعني في قدر كبير من الانضباط المالي، هو ده اللي هيوصلنا لفكرة ان الناس تقدر تشتغل ويتحقق لها وفرات. ودايما يعني انا بقول مثال، بفترض انه اب عنده 3 اولاد بيشتغل وبزود له مرتبه، بس التلات اولاد قاعدين في البيت. ده امر يعني في غاية الصعوبة. الشيء الاساسي انه الناس تلاقي فرص عمل، وفرص العمل مش هتيجي الا بنمو، ونمو مبني على استثمارات. الاستهلاك مهم جدا، وكل الدول بتزق الاستهلاك، لكن احنا عايزين استثمارات علشان نقوم صناعات قوية، وبالتالي معاها بيقوم فكرة الاستهلاك بشكل كبير. انا بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقة دي جملة مهمة جدا، انه العدالة الاجتماعية في افضل صورها هي التشغيل، يعني اذا هذه سياسة مالية قائمة بشكل اساسي على التشغيل وعلى رعاية محدودي الدخل. بالزبط. ودول 2 بيلرز او 2 يعني مبادئ رئيسية جدا، انه إذا كانت السياسة المالية قائمة على النمو القائم على التشغيل ومع رعاية محدود الدخل، أعتقد هي دي معادلة صعبة جدا أمام الحكومة المصرية الآن، وبيقود السياسة المالية فيها طبعا السيد عمرو الجرحي. هل حاسس أن شغلك في بنك الاستثمار فادك في طبعاً هذا الأمر؟ طبعا كتير جدا، يعني سنوات طويلة أعتقد كتير. إيه 10 سنين؟ تمانية. ده مخليك يعني ايدك على مجال الاستثمار والمقرض الرئيسي يعني في الاستثمار بالذات. يعني في مجال الاستثمارات، فادتني الحقيقه فكره وخبره اقدر اقول انها عميقه جدا، وتعامل مع كل القطاعات الدوله، بخلاف طبعا خلفيتي المصرفيه في سواء البنوك التجاريه او البنوك الاستثماريه واداره الاستثمار بشكل كبير. فالحقيقه ده كله ممكنني ان انا يبقى عندي يعني الحمد لله، اقدر اقول ان انا في كاريري كنت وفي تاريخ المهني كنت محظوظ ان انا شفت حاجات كتيره وتعاملت مع ناس سواء رؤساء ليا سواء زملاء من افضل النوعيات ومن اذكى النوعيات وعلى قدر كبير من الجديه في العمل والالتزام في العمل بشكل كبير جدا. الواحد استفاد منها واخد خبره عميقه جدا. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد وزير المالية سيد عمرو الجرحي. الحقيقة أنه بالفعل النمو والتشغيل ورعاية محدود الدخل والثلاث حاجات أساسية جدا. أتمنى أنه فعلا إحنا، أنا شايفة كده أن إحنا لدينا مجموعة اقتصادية متناغمة، وأظن أنها أيضا مجموعة اقتصادية لديها حماسة للعمل، وفي وكل عقلها وتفكيرها
متناغم جدا مع بعض، بيفكروا بنفس اللغة، بيتكلموا بنفس اللغة. أتمنى لهم التوفيق، ولأن احنا يعني هذه المجموعة اللي مفروض تقود النمو في هذا البلد، سواء سيد وزير المالية، وزير الاستثمار، وزيرة الاستثمار، وزير التعاون الدولي، وزير الصناعة. وزير الصناعة مهم جدا الحقيقة، وزير التخطيط، كل المجموعة الاقتصادية دي مجموعة مهمة جدا، نتمنى لها التوفيق والعمل السريع، لأن البلد فعلا محتاجة دفعة إلى الأمام. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكركم أعزائي المشاهدين. دي كانت حلقتنا هذا الأسبوع، ونتقابل الأسبوع المقبل بإذن الله.